أصبح الجبر المتحكم الأساسي فيها بسبب ثقة بن نايف به واعتماده التام عليه. وصفت السلطات السعودية المسؤول الأمني السابق سعد الجبري بأنه فاقد للمصداقية، وذلك في بيان وجهته لبرنامج 60 دقيقة على شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، الذي سيعرض الظهور الأول للجبري يوم الأحد منذ فراره من المملكة عام 2017. قد كان في وضع يسمح له بالاطلاع على الكثير من المعلومات. وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن: الجبري مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية، وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء المخالفات المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لتوفير أسلوب حياة مسرف لنفسه ولأسرته. لا حصانة لأحد إذا تعرضت مصالح الدولة وسمعة الدولة وأمن الناس. وكان خالد الجبري نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري قد كشف أن والده قرر كسر صمته بعد فشل محاولته على مدار 4 سنوات في إطلاق سراح ولديه عمر وسارة من المملكة العربية السعودية. My brother and sister were kidnapped by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. My name is Khalid Al-Jabri and I need your help. وزعم خالد الجبري عبر حسابه في تويتر أن بن سلمان احتجز سارة وعمر في اليوم الأول من توليه العهد، مرفقا تغريداته بمقطع ترويجي من حلقة برنامج 60 دقيقة يتحدث عن قول سعد الجبري بأن ولي العهد السعودي أرسل فريقا لقتله عندما قتل جمال خاشقجي، فهل ما زال هدفا وفق تساؤل القناة؟ He says Saudi Arabia's crown prince sent a hit squad to kill him when Jamal Khashoggi was killed. Is he still a target? سعد الجبري بيّن في دعوى قضائية في محكمة أمريكية أنه طلب من الأمير محمد بن سلمان السماح لابنه وابنته بمغادرة المملكة، لكن الأخير رد عليه برسائل نصية عبر واتساب قائلا: عندما أراك سأشرح لك كل شيء وأريدك أن تعود خلال 24 ساعة. Happy birthday to you. ويحسب الجبري على ولي العهد ووزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، إذ كان يعد الرجل الثاني في فريقه، وقد عززا علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات من العمل سويا في مكافحة التطرف قبل إعفاء بن نايف من منصبه في 2017 وفرار الجبري نحو كندا تاركا وراءه 2 من أبنائه هما سارة وعمر.